أنه يذكر أنه يعمل في مركز شرطة، ويأتيه في نهاية الأسبوع سكارى كثيرون. يقول: وعندما أقوم بإبلاغ المسؤولين يقولون هناك أمور أهم من هذا الأمر، ويأمروني بإطلاق سراحه، فهل يجوز لي أن أجلدهم في المركز وأطلق سراحهم؟ لا، عليك أن ترفع بشأن المسؤولين اللي يقولون أطلقهم، يرفع بشأنهم إلى من هو مسؤول عنهم، يبلغ عن هؤلاء المسؤولين المتساهلين، ولا يخليهم يتلاعبون في هذا الأمر. هناك مسؤولون فوقه، هناك أمراء، هناك وزراء، هناك مدراء فوقهم يبلغون، ولا يخلى هؤلاء الجنود يلعبون بالناس. نعم.